اللي هي ايش قد تقريبا يعني 1 ملي فور ذا كونكتيف تيشو ان 1 ملي فور ذا ايثيريال اتاك. فصار عندنا المجموع 2 ملي جوا الجنجايفال سيركس، هذا يسموه بايولوجيكال ويف. هنا ايش عندنا؟ هذا الاصفر بون كريست اوف ذا بون، هذول الاثنين يعتبر ديفيز ميكانيزم فور ذا بون، لازم ما نوصل يده. اوكي، اذا طخيناهم او وصلناهم ايش راح يصير عندنا؟ فايليشن اوف ذا بايولوجيكال ويف. ايش راح يصير؟ راح يصير مجموعه من المشاكل، اولها بون ريزوبشن. اوكي، هسه راح اشغل لكم فيديو حتى يلخص. When dental decay runs under the gum line, your dentist must consider how close any type of restoration will be to the nearby jawbone. By gently probing and examining radiographs, a determination can be made whether the restoration was from the base of the pocket to the crest of the bone is the minimum distance required between the bone and the foreign material, like a filling or a crown. If the filling or crown margin came too close to the crest of the bone, then the body's natural defenses would try to reject the crown, causing redness, inflammation, and possible pain along the gum line. A minor procedure can change the shape of the gum and bone in that one area to create enough distance between the crown margin bone, allowing for healthy placement of the restorative material. Three types of margin in there. Supra-gengival margin, liquid-gengival margin. I'm going to tell you the problem is that the loan is made. This is a ceramic restoration. The color is blended with the natural color of the tooth. Okay? The problem is that it's a gengival. مثلاً يجي كيس هاي الصورة، يلا دكتور هذا الكرام في خط أسود منه تشوفوه؟ عيد لي إياه ولا تخليه بين. أنت ايش راح تسوي أوتوماتيكية؟ راح تنزل سبجن جاي بابا مو؟ زين ايش قد تنزل؟ نار الصورة. وشنو السبب اللي خلى هذا؟ طبعاً هذا من حط الكرام الطبيعي ما كان ما كان اكو سجن ورا فتره طلع. فشنو السبب اللي يمنع انه انت هم تسوي سبجن جاي مارتن ورا فتره هم يطلع؟ مو صح؟ تفهمون عليها؟ زين او تجيكم هيك كيس شورت هاي او شورت لينك. احنا الواحد قلنا كل ما يكون لينك اعلى كل ما روتيشن اكثر. فتضطرون تحطوا هم سبجن جاي مارتن على مود تسيبون روتيشن او ريزستنت مين. مو؟ هاي الصورة ما عندنا مشكلة بها، صورة جايبة مارتن وهي المفضلة. كل ما تقدر حطها فوق اللثة على مود تتجنب هاي المشاكل. هاي الصورة أيضا ما فيها مشكلة. مشاكل وين عندنا؟ هنا. أوكي؟ قبل ما نبدي نشرح على هذا الموضوع، اكو فد شيء اسمه باسيف إربشن. تعرفون شنو باسيف إربشن؟ شنو هو باسيف إربشن؟ لا لا لا
سوبر اربشن. فشيء اسمه اكتف اربشن وباسف اربشن. مثلا يجيك بيشنت عنده قوي سمايل يريد يسوي جنجيفكتوم، ولازم تعرفون شنو الكوز اوف ذا قوي سمايل. واحد من اهم الاسباب اللي هو الباسف اربشن، باسف توث اربشن. باسف اربشن السن من يصير بيه اربشن يمر بمرحلتين. اول مرحله اسمها اكتف اربشن اللي هو شيدنج اوف ذا توث فروم ذا بون، ويظل بيه اربشن لحد ما يستقر. هذا اكتف اربشن السن دي يتحرك. المرحله الثانيه يسموها باسف اربشن، السن ما يتحرك، اللثه تتحرك موف ابيكم. اوكي، لحد ما يطلع الكلينيكال ترانكم. Tooth eruption is composed of an active and a passive phase, and when one of these phases is not fully completed, it can have a negative impact on the appearance, position, and function of your teeth. Normal tooth eruption begins with active eruption, with the crown of the tooth fully emerging into its correct position. The passive eruption phase then takes place, where the gum tissue moves vertically to expose the full crown of the tooth. Altered active eruption occurs when the crown of the tooth does not fully emerge, leaving some of it below the bone and resulting in a shrunk appearance of the teeth. Conversely, altered passive eruption occurs when the crown of the tooth has fully emerged from the bone, but the gum tissue has not moved into the correct position. يعني اكو اكتف اربشن واكو باسف. اذا صار عندنا مشكله بالاكتف اربشن يسمونه التر اكتف اربشن، يعني السن من يتحرك موصل للاخير وقف. شو يسوي بهيج حاله؟ لو اورثو يسحب النزله للاخير، لو نسوي عمليه نقص العظم. زين، اذا صار مشكله بالباسف اربشن، شو يسمونه؟ التر باسف اربشن. اللي هو المشكلة وين؟ مو بالعظم ولا بالسن، بالجلد. شو نسوي؟ سمبل جنجيفكتومي بروسيجر. بس ما نشيل العظم، العظم مكانه صح، السن مكانه صح، بس مشكلة باللثة. لهذا من يجيك موضوع قام اسمايل، إذا كان مشكلته هاي ما يحتاج يشيل العظم، مجرد يقص اللثة. فالنقطة كلش مهمة، أوكي؟ إذا صار عندنا violation biological myth، إيش راح يصير عندنا؟ مثلا المارجن مالتك المفروض وين تنهيها؟ تنهيها هنا، بس أنت وين حطيتها؟ حطيتها هنا. النتيجة صار violation biological myth. راح يصير عندكم two outcome اللي هي شنو؟ يا أما poor resorption يا أما gingival inflammation. ليش؟ يعني كل ما تتقرب على البون، البون يرجع نفس المسافه اللي تقربت بها عليه. يعني سويت فايليشن 1 ملي، الريزوربشن راح يصير 1 ملي. يعني من رب العالمين، ما هو حاط ديفنس ميكانيزم ايش قد 2 ملي. فكل ما تتقرب اكثر كل ما راح يبتعد بنفس المسافه. اوكي؟ هاي انذر بكتشر. عندنا جنجايبل سالكس، المسافه من البيس اوف ذا جنجايبل سالكس، هذا البيس. هذا البيس تو ذا كريست اوف ذا بون 2 مللي شوي اثنين وشوي اللي هي جنكشنال ابيثيليوم كونكتيف تيشو. اوكي، احنا لازم نعرف ايش قد ننزل على مود نضرب هاي مان. What happens if we violate the biological loop؟ الصورة هاي على اليسرى شكو اكو نورمال healthy tissue، وعلى اليمين شكو biological with violation. شو راح يصير عندنا؟ gingival inflammation، هاي اول خطوه. وراها بالمستقبل شو راح يصير عندكم؟ poor resorption
كلها قلت لكم راح تنزل لي جوا بمقدار المجهول. شو راح يصير؟ راح يصير عندنا رسجن، وهذا السبب اللي اول صوره طلعناها صاير رسجن. فانت شو تسوي على مود هذا الضغطي الوايت الدارك كلرز؟ راح يقول لك شيل اياه، هم راح تجي تضربه وهم راح ينزل. لازم شلون تعرف شلون تشتغل. اوكي تشوفون هاي الصوره، تشوفون هذا الحمار، هذا الجنجيفايتس، هذا الخط الاحمر اللي هو هذا اللي هو هذا، هذا من شوفوا بالبال بايوتيكال وذ فايلج بالوجه. تشوفون هاي من هنا بور ريجوبشن صاير، هذا الخط الاسود همين، هذا السوائل. شلون نسوي دياجنوسيس؟ للنوبات احنا عندنا يعني فيرمنتال ديزيز او جنجايفل ديزيز، شلون تعرفون هذا بايولوجيكال ويز فايليشن او فيرمنتال ديزيز؟ لازم تفرقوا مو كلها يعني بايولوجيكال ويز فايليشن. شلون؟ طبعا هاي الاعراض مال بايولوجيكال ويز فايليشن، تشو ديسكومفورت، يعني يجيك المراجع يقول لك تروجني او بيها ليدين كل ما فرج حط قدام، او بيها رايح كريه، او يصير ريسيجن او بوكيت فورميشن بورنوس او جنجايما هايبرتين. بس السؤال شلون نفرق بين البيرادنتال ديزيز وهاي المشكله؟ شلون؟ طبعا تقارنون ويا الادجيسنت. إذا بي كالكولاس أو بلاك أو جنجايفل ديزيز فهذا مشكلة عامة. أوكي؟ إذا كل الأسنان هيلثي أو المصفة هيلثي فالمشكلة بالبايولوجيكال ويز. أوكي؟ الطريقة العملية لفحص البايولوجيكال ويز فايليشن هاي كلش مهمة. شو اسمها الطريقة؟ اسمها بون ساوند. أوكي؟ أول شيء شو يسوون؟ Anesthetize the area. تطون بيج وراها insert the periodontal probe in the sulcus مثل هاي الصورة العلمية. Forward the probe وين؟ بس بالسلكس. اوكي؟ شو يسوي بعدين؟ Measure the sulcus depth، شوف ايش قد يطلع عندك 1 ملي 2 ملي 3 ملي. وراها pairs the probe through the sulcus to reach the bone. يعني شنو pairs؟ يعني نثقب. اوكي وراها measure the total depth from the gingival crest to the alveolar bone، يعني من نهاية اللثة من أول نقطة باللثة يسموها gingival crest to the bone. صار عندنا قياسي حتى نطلع البيولوجيكال كود، ننقص the total depth from the sulcus depth. وصلت الفكرة؟ لو ما وصلت، إذا طلع الرقم عندنا أقل من 2 ملي يعني شنو؟ عندنا فايليشن 100 ملي. مو مفتهم، خليه يقول لي. بالنتيجة نقدر نسوي في التصنيف هاي الموضوع كله اللي هو يسموه كريست بوزيشن، على مود نطلع الأوبتيمال مارجن بليسمنت. يعني انت طلعت القياسات وقسيت كل شيء وامورك زينه، بس تيجي تحدد شحطها ايش قد انزل. اوكي اول شيء ما راح تقيس، راح يطلع عندك نورمال كريست اللي هو ايش قد 3 ملي. طبعا تاخذ قياسين، واحد من الفيشل بالنص وواحد تابروكسيمال. اذا طلع عندك 3 ملي يعني هاي نورمال كريست. طبعا بدنا نحكي على البون نورمال ليفل اوف ذا بون. هنا اذا ننزل 0.5 فقط ما نقدر ننزل اكثر، واضح؟ اذا نزلنا اكثر راح يصير بايولوجيكال ويز فايليشن. هاي الصورة الثانية همينة ياخذ قياسين اللي هي ميد فيشل ميجرمنت بروكسيمال ميجرمنت، راح يطلع عندك رينج 3 ملي 3 ونص. هنا نحن شو نصيح لها الجنجيفا ستيبل جنجيفا والمارجن بليسمنت 0.5 ما تنزلون اكثر.
ثاني كاتيجوري اللي هي هاي كريست تحطون بريودنتال برو بالطريقه على التكوين. شوفوا هنا انا شلون طالع عندنا 2 ملي او اقل من 3. هنا شنو؟ هنا نو بليس فور سبجنجايفر ومارجن ممنوع منع الباتن تحط المارجن سبجنجايفر راح يصير عندكم بايولوجيكال روت فايليشن. اوكي؟ هاي الحاله نادره تقريبا نسبه قليله عندهم. وين تصير؟ تصير بصف الاكستراكتد بوزيشن. يعني اذا عندك سن مقلوع حط ببالك السن اللي بصفه راح يصير بي هاي كريست. يعني من اسمها هاي كريست يعني العظم عالي. نورمال كريست العظم لو كريست العظم ناس جوا ناس. اوكي؟ والله ما تفتهم بس شو تسوي؟ زين هاي انا كل شيء هم يعني هاي كريست. ثاني سب جنجايفر مارجن نوت بوسيبل وذ وايلد ذا بايولوجي كابل. زين شنو الحل؟ انت تريد تنزل سب جنجايفر شنو الحل؟ عفوا احمد الله عليك نضطر هنا تفتح فلاب وشيل بون ليش؟ حتى نرجع نورمال كريست. زين اذا ما شلنا بون ايش راح يصير؟ راح يصير بون ريزوربشن وانفلاميشن وهذا الشيء. زين ايش قد يشيل بون؟ هنا السؤال صرتي لقفتيها وصرتي شطوره فتحتي فلاب وتشيلي بون ايش قد يشيل؟ طلع عندنا 2 مللي بعدين ثقبناه وصلنا للعظم
على نفس الحقبة مالية قريت 5 مللي ناقص 5 من 3 2 نفس الكيس نفس العفو نفس الطريقة بس another case قست الساركس طلع 1 استقبته وصلت لهنا وقريت لهنا من فوق طلع عندك همين 5 ناقصت 5 من 1 4 احنا كنا هذا الرقم اللي يطلع هو biological width اذا يوم الاكثر الاربعة لو 2 فهذا الستيبل اوكي هذا الستيبل احنا طبعا كل ما كان رقم اعلى يعني هذني الكونكتيف تيشو كثير اتاتشمنت يعني احنا قلنا الرينج 2 المره طلعت 4 كبايش فهذا مور ستيبل قلتوا الاربع مور ستيبل 5 مور ستيبل 6 مور ستيبل اوكي هاد بيلياد بيش تفيدني؟ هقول لك هي هاي عن طريقها تعرف انه تسوي جنجي فاكتومي اور نوت. اوكي؟ يعني هاي الكيس طلع اربعه اللي قسناه وطلع اربعه. انسبورت الجنجايبل تشو فروم ذا جنجايبل كريست تو ذا بيس اوف ذا سنتس. فراح تعرف هذا انستيبل. احسن بي شنو؟ ريسيجن بالمستقبل. فانت تجنب هاي الحالة من البداية وقص مني الأربعة قص تملي منها. اوكي؟ شو بدك تقول ولا بس احنا هاي الطريقة اثنيناتهم ماكو بايلوجي. بس شنو اثنيناتهم بها لو كريست. يعني من التوتين اللي هو 5 مليم 6 مليم 7 مليم العظم فانت اوتوماتيكيا من العظم بعيد او ناصي لازم يسوون جنج فكتومي بس ايش قد مقدار جنج فكتومي؟ خون مات نسبه زايد للعظم فهمتي؟ يعني انا طلع عندي السلكس ديث عالي البروب دي يفوت 3 مللي و 4 مللي واريد اقص ايش قد اقص؟ هذا السؤال احنا احنا بعض بالطب ما عندنا هيج هربجي لازم كل شيء برنسبل او جايدانس فهاي الطريقه تبين ايش قد تريدين بس اوكي فمن طلعين هذا البايولوجيكال ويز 2 مليون انت عندك 5 ف 2 فعندك 3 مسامات من انا عندك 5 و 4 فعندك بس 8 مسامات اوكي شوي هذا اللي صفنا صح البداية خربطية. بس هاي كيس الانستيبل. ايش قد طلع عدد سلكس ديث؟ يعني انت قست بالامور طلع 3. البايولوجيكال ويث اوتوماتيكيا 2 لان التوتال ميجرمنت 5. بعد 3 سوا. لازم المارجن المارجن يعني شنو المارجن؟ يعني الفينشنج لاين. اوكي؟ لازم يبعد عن البون 2 مليم فما فوق. بالانتر بروكسيمال اي بي اثر هسه هاي الكيس سلترز ديب طلع عنده 1 مليون وراها فوت البروب للعظم صار 4 مليون نقص 4 من 1 العظم الديستنس 5 مليون سلترز ديب 1 نقص 5 من 1 4 صار شيء شوف هنا sufficient attachment apparatus biological with stable هنا ما راح يصير عندك بس يعني stable فما يحتاج جنجي اصلا ما اقدر اسوي جنجي بكتوري لان السكس ديت 1 مليم يعني ايش قد اخذ؟ اوكي وصلت الفكره؟ فهنا انزل براحتي سب جنجاي بار واحط هالمارجين طبعا اغلب الكيسات تجي stable فانزل ايش قد هو 1 مليم السكس ديت؟ انزل 0.5 0.7 وحط المواتي مال حتى لو انزل كل السالكس ديت انا ايش قد عندي المارج كبرت 4 مليم انا ايش قد قلت لكم لازم المارجن عن البون اقل يعني 2 مليم بعدي 4 حتى لو اضرب انا مسوي اوكي راح تقول لي يابا انت دوختني وصار لك ساعه تلغي الحمد لله انا اللي اخصص لكم اياها
ثري رولز. سلام ورحمة الله. بالسهولة يعني. Rules for margin placement. إذا واحد عجوزي أو ما له خلق يسوي هاي. فذني ثلاث نقاط هي ملخص الحجم. أول rule شنو؟ ابدأ سلكاس ديف. Rolls 1.5 ملي. يعني تجون تقيسون فقط سلكاس ديف. لا أنستيزيا ولا أم يحزنون. بس تفوتون لكم. طلعتكم واحد ونص. أوكي؟ شو يسوون؟ واحد ونص أو أقل. Margin could be placed of 0.5. يا هم تقدرون تنزلون أكثر. واضح؟ هاي النقطة الأولى. واحد ونص أو أقل نحط نص ملي. زين. إذا سلكس ديف probes more than 1.5. إذا طلع عندنا أكثر من واحد ونص. Margin could be placed in half of the depth of the surface. يعني طلع اثنين مثلا. ايش قد تنزلون؟ واحد. طلع ثلاثة، ايش قد تنزل؟ واحد. واحد. إذا رقم المقارنة هو واحد ونص. أوكي؟ إذا السيركس is greater than 2 ملي. هاي. هنا تروح مرحلة الجنجبر. شلون تعرف؟ could be performed to length of wood and create 1.5 circles. ترجع تقصها توصلها لواحد ونص. المهم أول نقطتين مهمات. هسه نجي مرحلة كلش مهمة أثناء التحضير. تريد تحزم إذا تريد تحطون سردين جايبل مارجن بالي بريبريشن شو وقت ما توصلون فينيشينج مال اللاين مالتكم تريدون تحطون سردين جايبل شو وقت ما توصلون الجن جايبل كريست تحطون اتراكشن بوينت يفضل من البداية حجم صغير يا اما صفر يا اما صفر صفر. اوكي شنو الغرض منه؟ الغرض منه اول ريتراكشن كورد يحمي لكم شنو؟ اللي هو هذا النقطة الزاوية يحمي لكم هاي المنطقة يحمي بايوتيكال بعدين ايش تسوون؟ فاينل بريبريشن اون ذا توب اوف ذا كورد تبدون تحضرون سبجن جايبل مارك وراها من تاخذون طبعة تحطون الريتراكشن كورد الثاني هذه الفكرة؟ زين الريتراكشن كورد الثاني يكون أكبر ولا أصغر؟ ها؟ أكبر ليش أكبر؟ ما أسمع لا ما أسمع مو صح لازم دائما بالبداية صغير بالنهاية قبل طابعة كبيرة ليش؟ على ممكن يصير شكل مثلث على ممكن يصير مثلث مقلوب صغير لي فوق صغير لي جوا كبير لي فوق لان اذا صار المثلث بالعكس ايش الماتيريال مثلث اوكي الادفانتج اوف ذيس تكنيك ذا فيرست فانكشن كورد اكت از بفر بفر يعني حاجز بريفنت اني فايليشن اوف ذا فانكشن كورد اذا الاتراكشن كورد كلش مهم شو تسوون بالبريبريشن دائما أول شيء يسوون طيرون الكروزر سيرفس أول خطوة طبعاً بالكتب أو بالأفلام يقول لك لا أبدي بكالي بعدين يمرلي بعدين أنت أول شيء يسوون الكروزر سيرفس ليش؟ عن الرؤية مالتك تتحسن الوصول يتحسن ليش؟ لأن اللين راح يقل ثاني خطوة فتح الكونتاكت يسرين أوكي؟ ليش نفتح الكونتاكت يسرين حتى نحط الريتراكشن كورد لان اذا ما تفتحها ما يفتح زين شباب الريتراكشن كورد صغير يكون صفر 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 تربل زيرو دبل زيرو اول ما شيء دبل زيرو النوعيه محترمه نعم اكو نوع من الريتراكشن كورد سولوشن صح؟ اي شايف ما اعرف
Will they benefit from you or without? Without, يعني محتاج. تريد تحط شوية تطلع البنت وطب سلي. نفس الشيء. يعني هو شنو هذا solution؟ هو benefit. يسوي concentration in the blood results. على مود البيتنج يوجا على مود يسوي ريتراكشن الجنجبه. هو احسن نوع ريتراكشن كورد اللي هو اترا باك مال اترا نت. شويه غالي بس زين كلز ما يتدقق. تحطوا لنا ريتراكشن كورد يور نت يوزر سيرفيس ستيب 1 ستيب 2 افتح الكونتاكت اكس راي منين. طبعا البير اللي تفتح فيه الكونتاكت ناعم. تجيب الريتراكشن كورد تسوي لوب صغير تحطه تفوت اول نقطه ويجي المساعد يلزمه بالبرو تفوت الباك. اوكي؟ من حطيت اول ريتراكشن كورد اوتوماتيكيا الجنجي راح ترجع بمقدار نص منه. راح يصير جنجاي بابسي اوتوماتيكيا. وهاي الفائده الاولى، الفائده الثانيه راح يمنع البير يضرب الجنجي او جنجاي بابس. هاي الفائده الثانيه. كمل التحضير مالتك، طبعا انت ما راح توصل للريتراكشن كورد التحضير. انت اوتوماتيكيا نزل السبجن جايبر. ليش؟ لان الريتراكشن كورد هو ريتراكشن. انت ما حاط وصلته للجنجبه انت اكو جنجايبر، اذا حاط راح يصير سبجن جايبر. زين اذا السلكس عميق قسنا طلع 3 مليم كم صار ريتراكشن كورد بالضبط؟ اذا السلكس ديف مالتنا طلع 2 مليم اخذناها من رول 3 اللي هو نحتاج جنجبه قويه وانت ما تدري ايش تسوي. بس تشوف عندك ستيبل وايد او البولار مارد اسويه ما راح يسوي سجن يعني. نحط 3 ريتراكشن او 4 عادي طبيعي جدا. اوكي الهدف من الريتراكشن كورد الثاني من راح تحطونه؟ طبعا الاول قلنا الهدف منه يحمي لك اللثه ويحمي لك وينزل لك اللثه شويه 1 الى نص مليم. الثاني شنو الهدف منه؟ الثاني شفتي نحطه قبل طبعا بخمس دقائق او 10 دقائق. الثاني اللي هو يكون كبير. شنو الهدف منه يا شباب؟ الثاني اول شيء راح يدفع الاول. هاي واحدة. اثنين من راح اشيله قبل الطبعة مكانه راح يصير سبيس. راح تفوت الماتيريال بالمكان مالته راح يطلع لكم فينشنج على الوقت. اوكي؟ الثالث شنو الهدف؟ نفس الشيء هو الهدف انه الفينشنج لاين يطلع واضح. نوبات انت مشتغل سوبر جنجاي بالمارجن واضح تشوف واضح ما يحتاج هو الهدف انه احنا ناخذ الفينشنج لاين يطلع عندنا بالطبع. بس عرفنا عندنا صار فايليشن تاكدنا عن طريق هاي الطريقه اللي تكون عليها شلون نجي نحلها. عندنا عده طرق. اول شيء سيرجيكال كوركشن او بايولوجيكال ديث. هاي الصوره توضح لكم. هاي اللثه اللي شوف ما صاير بها سجن ناله انفلاميشن. تفتحون فلاب تسوون سكيلنج او روت بليدنج اول شيء، بعدين اشيل العظم. هم سالي تعالي قلت ايش قد نشيل؟ مهند جاوبني قال ويلا جيسون. زين اذا انت فاتح كتاب بس على السن هذا شلون تعرف؟ عن طريق هاي الاسئله حكيناها قبل. زين وراها نرجع نخيط. عمليه كلش سهله. بس المشكله بهاي العمليه من سووها الهيلينج بيريود كلش طويل. يعني اقل شيء 3 مانث اقل شيء. اوكي؟ ليش؟ لان الاتاتشمنت كله صار فيه استبدال ريبليسمنت. ما حد بيطلع اتاشمنت جديده، بي تي ال جديده، بورد يستقر، لان يضل السجن يضل حد ما يصير ستيبل. يحتاج اقل شيء فيه، انت تلبسه تمبرري خلال هاي الفتره ويروح كله تعلي ولا تلبس. الطريقه الاحسن شيء هي شنو؟ اوثودوتيك اكستروجن. سبول يفوت. هاي سريعه، ما راح يصير عندكم لا اتاشمنت ريبليسمنت ولا شو اسمه. نفس الهبس راح يصعد يفوت. اوكي؟ اور اوزيا سيرجري او روت ريشيبنج. روت ريشيبنج ما اعرف
ساعد كيس تجيكم هيك انزل راح ايش قال لي هو؟ قال لي ما اريد اطلع انا اخاف من الامبلانت والهاي اطلع عني نسوي لك شيء لا تعطيني فلوس نجاح الشيء تعطيني ما نجح والله زين روح الله وياك اوكي طبعا تكملون هاي السوالف عنده ما عنده فايبر بوست والله وراها تسوون انيشال بريبريشن يعني تحضير اولي تفتحون الفلاب تشيلون بون بس انا هاي الصوره دشر يعني مقدار العظم شلته مبين شلون مبين؟ هذا الكومبوزيت او البولدر هذا هنا الروت اطلع جديد تشوفون؟ بس احنا لحد الان انيشال بريبريشن قبل العمليه قبل ما تفتحون الفلاب توقفون الفينشنج لاين اللي هاي الطريقه اللي انا اتبعها بعدين من تفتح فلاب راح تشوف الفينشنج لاين تبتعد عنه تومن اوكي اتمنى تفهمين هذا سؤالك يعني انت اذا تريد تسوي تشيل عظم تسوي تحضر اول شيء بالبدايه توقف الفينشنج لاين مالتك وين يعجبك؟ تنزل 4 مليم 5 مليم وراها افتح فلاب ابتعد عن الفينشنج لاين 2 مليم يعني شيل العظم 2 مليم هذا الاجل اوف كومبوزيت بالضبط الباقي كله روت كله روت روت اي طلعته من العظم هذا الفاينل بريبريشن ورا شهرين ثلاثه ها؟ انا ايش قلت لكم؟ قلت لكم لازم المارجن 2 مليم عن العظم بس انا ما عندي هنا ما ادري وين العظم ما قسمت بس حضرت فينشنج لاين انا حضرت نزلت 2 مللي 3 مللي وات ايفر بعدين فتحت فلاب شفت العظم لازم بالفينشنج لاين اشيل العظم من بير 2 مللي عن الفينشنج لاين او 2 اند هاف مللي اوكي وارجع اخيط هاي كل المسألة اوكي يجيكم هيك كيسات هاي شنو سببها؟ هاي سببها انه اقول لكم بلند وكاست برودكشن كاست برودكشن كاست برودكشن هاي سببها عم تقصر هاي المستقبل ليش؟ لان هذا التو ستراكشر الباقي ما يتحمل كروز اوف فورسز باقي عباره عن انو فقط انو ماكو دنتين واحنا الدنتين يشتغل شنو؟ يشتغل كوشن جوا الانو اذا انو ماكو جوا فالابزوربينج لاير يصير فراجاي بروتل طق فراكشر اوكي اللي هذا من قبل لكم اشتغلوا اول شيء يسوي شنو؟ 2 مليم فروم ذا كاست هنا انا وين طالب بالفانكشنال لو قلنا فانكشنال بنبين بالفانكشنال تذكرون امبارح حكينا عن فانكشنال كاست باللور يا هو هاي باللور يا هو فهذا يا هو طالب بكر زين دائما يطق البكر باللور لا ورا يطب شنو؟ هنا اذا هو استراتيجيك توث اذا عنده الدور مسك والوراء مسك يريد يحط عليه بريش خطيه فهو ما تخلع الثياب فش يسوون؟ هم يوم تفتح فلاب تقصون هاي المنطقه من هنا تنزل سرجن جايبر اوكي هذا الوول ما تلعب نهائيا تعوف تعوف هنا والله هنا فانكشنال ها؟ فانكشنال لا عوف استفاد منها بالبوندنج بوندنج مال كومبوزيت على هذا يقعد هنا ايش راح نسوي؟ 3 كوارتر كرام يعني راح نجي كرام يلبس هاي المنطقه فقط هاي المنطقه ما يقعد عليها عرفت اوه اخذت الفكره؟ لان هذا اذا حضر بالكرام ما زلت واقع ماكو شيء يصير عليه بول هذا هسه هذا عن البطن بريبير تو ستراتش من قبل سوي سؤال ليش هو عنده
هيمو طلعناها بصورة أول صورة طلعناها ولا الموضوع كله الموضوع كله على هذا الشيء يعني قصدنا نحط الأسماء هاي هو اللي في الأندرزيشن اللي بيسوي الأعراف قصدك إيش قصدك إيش لا جاء راجع للعيادة قال لك أنت روح عيد إياه يعني قال لك عيد إياه هذا ما كنت أنت شو تسوي؟ أوتوماتيكية ما تشيله تحط الفينشينج لاين على نهاية اللفة مو؟ يجوز بالمستقبل هم يرجع فنحن هنا قبل يعني أنت بدك تشوف اللور مال يجي يعني يقول هذا بارش قال وذ وايد لو كان اللور بيرسجن يقول هذا كرونيك بيرسجن ديزيز لا 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 كالكولاس هيلثي فهذا بارش قال وذ وايد تجي تطبق هاي النقاط تسوي بون سامي تقيس نشوفها اذا قلنا واحد ونص فننزل ايش قد؟ ننزل 1.5 اذا عندنا 2 مليم ننزل هاف اوف زين اذا انت صرت نجم قيس السايكلز بعدين اقيس التوتال ميجرمنت ونقص شوف الستيبل ولا الستيبل وبعدين اسوي العمليه مالتك شيل افتح باب شيل عظم اوكي بس اسهل طريقه طبعا كلها جربوها هذه بس اسهل طريقه على هالحطه يعني شيل الكرامر راح يطلع لك الاوتنس مو حضر انت افتح باب افتح باب انا عندي كيس بس من يعني هذا لابتوب اشتري جديد عندي لابتوب جتني هيش كيس بالضبط فتحت فلاب على هالحلقه فتحت فلاب بس شلت الكراونات ما سوي شيء بس شلت اللافت فتحت فلاب انا وفات الفلاب المساعده لازمتني الفلاب من نوع من سويت فينشنج اوكي وصلت الفكره هو والفلاب ماشي هو حضرت سويت انيشال بريبريشن سويت فينشنج رجعت الفلاب هيك بيدي شيك يوب نمور اوكي زين رجعت وخرت الفلاب وشفت العظم بعدت العظم عن الفينشنج لاين تو لان انت اوتوماتيكي راح يصير ريسيجن نص مليم فراح يصير 2.5 اوكي هاي اسهل طريقه الموضوع كلش مهم يعني انا اعطيكم شويه مقدمات عليه روحوا انتم تعاملوا فيها